أهلا وسهلا من جديد. ولاية النيل الأزرق، تلك الولاية الغنية بأرضها وإنسانها الطيب، بتعيش هذه الأيام في فتنة وصراعات قبلية. من خلال هذه المساحة بنرسل رسالات للتضامن ونبحث سويا في جذور الأزمة وقرص الحل مع الخبير الحقوقي والاقتصادي ودكتور في جامعة كولومبيا ودكتور في القانون بجامعة الخرطوم وأستاذ يعني سابق بالجامعات الأمريكية والسودانية خيري عثمان خيري. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك والمشاهد الكريم. كل عام وانتم بخير، ورسول الله سبحانه وتعالى أن يحقق دماء المسلمين والسودانيين والأبرياء، وترحم على كل من مات وفقد حياته، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة إن شاء الله، اللهم والعوض آمين. لأهلهم والصبر والسلوان. اللهم آمين. يعني في البداية ومستهل الحديث، يعني يجب أن نعطي نبذة تعريفية عن جغرافيا المنطقة وامتداداتها، لأنه يعني الموقع بيلعب دور محوري في رسم الواقع اللي حاليا بيحدث في النيل الأزرق. هذا صحيح. أول حاجة، منطقة النيل الأزرق طبعا هي منطقة يعني غنية جدا بالموارد، ومنطقة يعني استوائية وشبه استوائية، وغنية جدا بالمواسم المطرية، وفيها تربة طينية يعني بعمق كبير جدا، يعتبر من أعمق التربة الطينية في العالم. يعني بدون مبالغة، يعني التربة الطينية في العالم سمكها بيكون حوالي قدم، هي بتصل هناك 40 متر عمق التربة، فأرض خصبة جدا، موسم الأمطار فيها موسم معطاء، وبالتالي يعني أصبحت منطقة استقطاب لمجموعة كبيرة جدا من السكان من حول السودان ومن أفريقيا ومن خارج أفريقيا، استقطاع الغابي والتعدين. وبالتالي يعني هي منطقة يعني فيها كثير جدا من الميزات، وهذه الميزات جلبت كثير جدا من المعايب والمثالب التي أدت إلى هذا الاحتكاك. يعني طيب، نجي للمعايب اللي ممكن نتكلم عنها بتفصيل أكثر. نعم، وطبعا أول حاجة مشكلة وعدم وجود المؤسسية، عدم وجود التمأسس للتنظيمات المجتمع المدني والنظام الأهلي، وعدم وجود يعني مجتمع مدني قوي راسخ يثبت للناس حقوقهم ويكون حياة سلسة والحقوق محفوظة، والناس يكونوا حضاريين وتعاملهم مع بعض يكون تعامل حضاري ومنسق ومربوط بالقانون ومرتبط بالقانون ومحكوم بالقانون. في اهتراء عام، في عدم حوكمة، في توسع كبير جدا في الانتاج، في توسع كبير جدا في العمليات الزراعيه، وهو منطقه كبيره جدا وممتده، وفيها يعني من الطرق الضعيفه والبنيات الاساسيه الضعيفه، ولا يوجد فيها يعني امداد كهربائي ولا مائي. يعني ما في وجه لوجه الحضاره يجعل هذه المنطقه يجوز فيها الحوكمه. طيب، لو سلطنا الضوء على اسباب الصراعات القبليه في ولايه النيل الازرق ومردودات الصراعات دي نفسها على المواطن، على الاقتصاد، باعتبارك خبير اقتصادي. يعني انا طبعا يعني ايضا خبير اجتماعي، انا اخذت درجات عليا في علم الاجتماع وفي علم المجتمع والتنميه الاجتماعيه في جامعه ميزوري، لكن يعني هو الموضوع يعني فيه تعقيد. انا شخصيا اتحفظ على مساله الصراع القبلي. هذا الصراع صراع موارد، صراع عنف، صراع ثقافة العنف والغوغائية. يعني الصراع القبلي هو يعني فرعية وجزئية تبلورت حولها هذه المشكلة. لكن أنا أعتقد أن ثقافة العنف، وجود الأسلحة، ووجود عدم القبول بالتراتبات الإدارية القانونية الحضارية المتقدمة، وجود مجتمع بدائي متخلف، وبعد الحكومة عن حوكمة هذا المجتمع، هو المحور الأساسي الذي أدى إلى هذه المشكلة. لكن يعني الصراع القبلي موجود، ولكن هو نتيجة وليس سببا في هذه المشكلة. طيب، التنوع الثقافي والإثني، الحدود الجغرافية، الأثر اللي هي ممكن تتركه شنو على المنطقة؟ هذا سؤال ممتاز، سؤال جيد. طبعا يعني دعيني أقول لك أنه في المنطقة في مجموعة من القبائل، طبعا اشهرها هي قبائل انقسنا صاحبة الارض والمنطقة، وهي قبائل مسالمة، قبائل جميلة، قبائل يعني تعاملها تعامل سلس جدا، وما عندهم اي تبديات او اعماق متجذرة فيها اي قبلية او كراهية او عنصرية. يعني هي قبيلة بطبعها هي من القبائل المسالمة جدا، وكذلك الفونج، وكثير جدا من القبائل الغير عربية.
ثم في قبائل أخرى منها البرتا والهوسة أو الفلاتة والإمبررو، عموم قبائل الفلاتة والفلالف مجموعة، هذه المجموعة الناس كلها يسموها الهوسة أو يسموهم الفلاتة، لكن هذا اسم فيه تخليط كبير طبعا وفيه مزج وفيه مشكلة. هؤلاء هذه المجموعات عندها ميزة ونحن نحييهم على أنهم ناس منتجين، ناس قوية الشكيمة، يحبوا الأرض يحبوا الإنتاج وما يحبوا أي مشكلة أصلا. لكن عندما يكونوا هم غير ممتلكين للأراضي وأصحاب الأراضي من إثنيات أخرى، والحكومة تكون ما نسقت لهذه العلاقة وما ربطتها وما قننتها وما مؤسستها، تأتي المشكلة. يعني إذن يعني في قبائل الإنجسنة موجودة، في قبائل الفونج، وفي قبائل غير عربية كثيرة جدا هناك، وفي القبائل ما يسمى بمجموعة الفلاتة يعني عرفا، ولكن هي طبعا هم في جزء منهم في المبرر وفي الهوسة وفي الفولاني وفي الفلاتة الفوطة وغيرهم. لكن يعني عشان السؤال يكون واضح للمستمع الكريم والمشاهد الكريم، يعني هذه القبائل عموما قبائل مسالمة كلها، يعني ما قبائل عنف وقبائل منتجة ومتفرغين للزراعة وقوية الشكيمة. لكن عدم وجود ثقافة، عدم وجود استنارة، عدم وجود يعني بنيات أساسية، عدم وجود غياب الحكومة يعني شكلا وموضوعا، يؤدي إلى هذه الاهتراءات. طيب لو جينا لتنوع القبائل نفسها، بالتأكيد في تنوع للعادات والثقافات واللهجات أيضا، كيف نحن ممكن نستفيد من التنوع ده؟ هذا سؤال ممتاز. يعني انت لو ذهبت منطقة النيل الازرق، وانا ذهبت اليها وعشت فيها وسكنت فيها وكنت مدير لمؤسسات التعدين الكبرى هناك، ذهبت الى حتى بالقوة منطقة تعدين الذهب كانت تتبع لنا في الادارة، وسكننا فيها ايام وشهور سنين، وكان معنا خبراء من هولندا ومن نيوزيلندا. يعني اول يعني دعيني يعني اذكر الناس بانه هذه المنطقة منطقة سياحية، منطقة جميلة، منطقة زاخرة. يعني لو الآن بدأنا فيها في بنيات أساسية وبدأنا في شق طرق وإمدادها بالكهرباء، تكون هذه المنطقة يعني من أجمل المناطق الموجودة في السودان للسياحة وغيرها، وهي من أغنى المناطق في التعدين. يعني نسبة الذهب الموجودة في بلقوة وجنوب النيل الأزرق أعلى بست أضعاف الذهب الموجود الآن في 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 قبقبة وفي شمال السودان اللي تكلم عليه الناس الآن، يعني ست أضعاف نسبة الذهب في شرق النيل الأزرق بجهة الكرمك، ممكن تصل 40 ضعف او ذهب، ما ذهب جراني يعني مبسور، ذهب ممكن يكون في شكل حبيبات يعني او كتل، في ذهب نهري، في ذهب خلوي. يعني هي منطقه غنيه. لكن نعود للسؤال، يعني ان المنطقه دي يعني الناس الموجودين فيها هم ناس جو للانتاج وجو للزراعه، متفرغين للزراعة وللرعي وبعض الحطاف في الغابات. أي تداخل بين هذه الأسر والمجتمعات، لو رأيتيه الآن الناس يتكلمون هناك لغة واحدة، يعني الآن لغة الهوسة هناك مسموعة ومفهومة، ولغة الإنجسنة مسموعة ومفهومة لكل الأطراف، والناس متعايشين عادي، يعني حتى يضحكوا على الهازيج والأغاني والتراث الشعبي تراث مشترك. صحيح في تباينات في اللغه، وفي تباينات في الموروثات الثقافيه الاجتماعيه، في تباينات في بعض العادات، لكن نظام الوجبات مثلا، نظام التغذوي، نظام السكن، اللغه المشتركه، الثقافه المشتركه، الارضيه المشتركه في الانتاج، ثقافه الانتاج، ثقافه الرعي والزراعه، ثقافه الاهتمام بالوسائل الانتاجيه واحده في كل المنطقه. احنا حنجي راجعين للزراعه والرقص والفرح، لكن بعد ما نسمع ايقاع من المنطقه من الكنترول، من بعدها نرجع للاستديو. Hey, 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 hey.
زي ما تابعنا يا دكتور يعني التفاصيل بتاعت الرقص والمواسم الزراعية وارتباطها أيضا بالرقص، لو علقنا على المحطة كمان. نعم، أولا أنا أشكرك على هذه الملاحظة لأنه هي مرتبطة بثقافة السلام. يعني أنا أريد أن أؤكد أن هذه المجتمعات مجتمعات مسالمة، مجتمعات فرحة، مجتمعات متصالحة مع نفسها، مجتمعات يعني بتحس ببهاء الحياه ورونقها وعايشه في يعني في 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 رفاهيه داخليه وسلام ووئام داخلي وتصالح مع النفس. يعني وعندهم موسيقى وهازيج وتراتبات في 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 المناسبات يعني تتفوق على كل ثقافات العالم. يعني اذا مسكتي مثلا الوازا يعني آلة موسيقية متفردة ضخمة عندها صوت متميز، يعني يحملوها 3 أشخاص أو شخصين عشان من كثرة من طولها وحجمها. يعني وعندك الكيتا مثلا من أكثر المعزوفات والأدوات العزف يعني صوتا وصراخا وبهجة، وهي يعني من الأدوات والآلات الموسيقية المتميزة المتفردة. وأنا ذكرت مرة يعني لو أصلاً عندنا سلام جمهوري مفروض يكون واحدة من أدوات وآلات الموسيقية فيه ويكون في الوازاء وفي الكيتا، لأنه حتكون مميزة جداً بينك سلام جمهوري أو كموسيقى سودانية في العالم كله. يعني الصوت اللي بتصدر الكيتا والوازاء ما موجود في الأدوات الموسيقية الأخرى. يعني أنا ما متخصص في هذا المجال لكن يعني عندي أذن موسيقية. يعني فهم عندهم مواسم فرح وعندهم مباهج، واغلب ايامهم يقضوها يعني باقي اليوم في الانتاج. يعني قوي الشكيمه يقضوا ساعات وساعات في الانتاج، ياتوا ليرفعوا عن نفسهم ليروحوا عن نفسهم من هذه المشقه. فلذلك تلقاهم دائما فرحين ومبتهجين. مساله النجاره دي مساله يوميه، الرقص مساله يوميه، يشتركوا فيه النساء والرجال والعجزه والمسنين والاطفال الصغار، بنات واولاد دون فرز. وهذه أمثلة عامة الآن تسمع صوت الموسيقى والهازيج يعني يومين تسمعين في الشارع، ما كان موجود الآن في المدينة. هنا نحن الآن نسمع صوت القطارات والطائرات وال يعني أبواق السيارات. دي دلالة على إنه إنسان المنطقة عنده ارتباط خاص بالأرض وبالزراعة وأيضا بالتفاصيل بتاعت الطبيعة. أنا أشكرك، هذا ما أنا لم أذكر ذكرتيه، أنه يعني حتى الأغاني والهازيج كلها مرتبطة بحب الزراعة وحب الأرض والعمل للأرض واحترامه والإنتاج والعيش في وئام والتصالح مع النفس والفرح والبهجة. يعني كلها هي كل الثقافة والأغاني مرتبطة بما تقولين الآن، وهي بنسق عام بيجعل في هناك في اتساق بين هذا الإنسان والأرض. طيب، إنسان المنطقة هو معزول تماما عن التكنولوجيا، صحيح؟ معزول عن ماذا؟ عن التكنولوجيا، انسان منطقه النيل الازرق. نعم. يعني طبعا هذا السؤال صحيح. يعني انسان انا ذكرت في البدايه انه انسان المنطقه بالذات القسنه منهم هم قبائل بسيطه جدا، يعني هم بعيدين جدا عن التقنيه وعن الحزم التقنيه وعن وسائل الزراعه الحديثه. ودي واحده من تقصيرات الحكومه، واحده من القصور الموجود في نظام الحكومه الحاكم. ذكرت انا في الاول انه الان الى الان الناس بدائيين، سكنهم سكن بدائي، معيشتهم معيشه بدائيه، طرق الطبخ وتناول الطعام كلها بدائيه، السكن نفسه سكن بدائي، وحتى مظاهر الحياه العامه كالشوارع والطرق والسكن والمواد البناء كلها مواد بدائيه اوليه. يعني طيب، اسباب الانعزال غير التقصير من الحكومة، هل إنسان المنطقة عنده القابلية على إنه هو يتقبل التكنولوجيا ويتقبل كل ما هو جديد؟ نعم، نحن في علم الاجتماع وعلم الاقتصاد ما نركز كثير على القابلية. القابلية ممكن تستحدث، يمكن أن تغير، حتى ولو في المدى المتوسط. يعني ممكن تكون في المدى القصير ما في قابلية، لكن يعني الإنسان بطبعه طالما هو النفس البشرية المعروفة، يعني هذه المكنة والآلية والآلة والطاقة العقلية والإدراكية في الإنسان تتساوى ما بين الإنسان في أوروبا والإنسان في الإنجلترا، ما في فرق بينهم. لكن هو ما وجد الفرصة، ما وجد الإتاحية، ما أتيحت لأمامه حتى يتمتع بها.
ولذلك سيظل هو في بدايته، لكن يعني قبوله للتطور وقبوله للحركة وقبوله للتدابير الحديث المستحدثة موجود يعني في 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 النفس البشرية، وإنسان إنجسنا ما مختلف عنهم كثير. ولذلك حنجد الآن الموبايلات منتشرة، المواتر أو العجلات البخارية منتشرة، يعني الآن عرضوا صور للبيوت المحروقة والمدمرة، كل بيت فيه ديش طبق هوائي في الأرض مربوط في الأرض، يعني ده دليل على أنه في نقلة كبيرة جدا ممكن يقولها الناس. طالما البيت فيه طبق هوائي معناه هو متصل بالعالم بالقارات الفضائية كلها، بيسمع كلام الآن وبيتصل بالتقنيات الزراعية، لكن ما بيلقاها أمامه، يعني الفجوة جاية من سياسة الدولة ووجود الدولة هناك. لو تكلمنا على الجزئية بتاعت الفجوة دي تحديدا، يعني هل يعني انقلاق المنطقة هو جزء من الفجوة الكبيرة اللي هي بسبب الصراعات القبلية بتحدث في المنطقة؟ وطبعا السؤال لم عقد شوية بالنسبة لي الإجابة صعبة، لكن دعينا نقول أنه يعني هو في المجتمع ده كان مجتمع مغلق ولا زال تقريبا، لكن مشكلة الحرب والدعاوى الانفصال ووجود الحركات المسلحة في الإقليم عززت من هذا الانغلاق في فترة على أكثر من 35-40 سنة. ظل هذا الإقليم في تشاكس وفي في بوار إلى يومنا هذا. ثانيا يعني الانقلاق ده أدى إلى يعني استغلاله سياسيا من بعض الفئات في شكل تجمعات سياسية من أجل الانفصال، تجمعات سياسية من أجل الحكم الذاتي، تجمعات سياسية من أجل الفيدرالية وأول انضمام لجنوب السودان وغيرها. هذا التبلور السياسي والاستغلال السياسي والانتهازية السياسية تركزت على انبعاثات وانبثاقات عند علاقة بالصراع القبلي والجهوية والعنصرية. ولكن لمصلحة من يعني أنه تكون الفجوة بهذا الحجم؟ يعني طبعا المشكلة، يعني سؤالك ممتاز، يعني نشكر عليه، يعني لمصلحة الشيطان، يعني لمصلحة الخراب، لمصلحة أعداء البلد، لمصلحة ما يضر الإنسان يعني. لكن الحقيقة الباقية أنه حس إقليم النيل الأزرق الآن أخذ استقلاليته في الدستورية وأصبح إقليم منفصل، عنده حاكم منفصل، وطبقوا الفيدرالية المتماهية كونفدراليا، وهذا مرتكز أساسي. أنا يعني أحب المشاهد الكريم يسمعوا مني أنه الآن السودان متجه نحو فيدرالية متماهية كونفدراليا، بدليل أنه أدوا الدارفور الآن دستوريا وضع دستوري كونفدرالي إلى حد ما، أو فيدرالي متماهي كونفدراليا، والنيل الأزرق عنده حاكم الآن هو فيدرالي متماهي كونفدراليا. هذه الخطوة نفسها رغم أنها خطوة محمودة من ناحية سياسية، ورغم أنها هي طلب الناس وإرادة الشعوب ويجب أن لا تقهر، لكن من ناحية مردود اجتماعي ومن ناحية مردود اقتصادي سيزيد الانغلاق، سيزيد بعد الشقة، ما سيستفيد إنسان نيل أزرق من بقية السودان، سيكون هناك في عزلة سياسية تتبع عزلة اقتصادية وعزلة اجتماعية وتبلور أكبر وأعماق أكثر للعنصرية والجهوية والكراهية. طيب عندنا محطة من الكنترول نتابعها من بعد أن نعود. Yeah.
اهلا وسهلا من جديد. كنا بنعلق تحت الهواء انه النازل قدر شنو هم فرحين وقدر شنو انه جواهم طاقات حتى لو كانت الاعمار يعني كبيره. نعم. هذه ملاحظة جيدة، يعني المشاهد الكريم لو سمع أو رأى شاهد الشريط الأخير يجد أنه يعني النساء من عمر 60 و70 سنة و65 سنة على بكرة أبيهم خرجوا للرقص والغناء والفرح، والرجال الكبار كلهم من عمر 40 50 سنة كلهم الآن موجودين في المنظر ده. يبقى الـ 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 الناس اللي بتكلم عنهم بيقوموا بهذه الشوشرات وهذا الصراع وسياسة العنف والعنف اللفظي والعنف الجسدي والتعدي الجنائي والتملك الجنائي والإرهاب، دي كلهم مجموعات شبابية بحماس الشباب وبالاستقطاب السياسي وبالاستقطاب التجريمي بيقوموا بهذه الأعمال. لكن تجد الناس العقلاء والكبار في أي قبيلة أو أي تجمع سكان سوداني هم متصالحين مع نفسهم ويعرفوا مستقبلهم ويعرفوا كيف يعني يحكم الأمور. لكن زي ما قلنا في احتراف الإدارة الأهلية، في تمزق في نظام الحكم، في حكم إقليمي فيدرالي متماهي كونفدراليا منتظم، والحكومة المركزية تركت الحبل على الغارب فأدى إلى ما أدت إليه. طيب من خلال قراءة الواقع، شنو اللي بتحتاجه المنطقة عشان هي تخرج من دائرة الصراع القبلي؟ نعم. وكيف نحن نقدر نستثمر كمان إنسان المنطقة اللي بنتكلم عنه إنه هو بحب الفرح، إنه هو عنده علاقة قوية جدا بالطبيعة، بكل التفاصيل اللي إحنا حكينا في بداية الفقرة؟ نعم طبعا، أنا يعني هذا سؤال ممتاز وأنا أرجو أن أجد زمن أجاوب عليه. يعني أنا ذكرت من قبل أن هذه المنطقة منطقة جميلة ومنطقة غنية ومنطقة متفردة، وأنا يعني تكلمت عن انطباعات أجانب من نيوزيلندا ومن أستراليا ذهبوا معي إلى تلك المنطقة في تعدين الذهب والكرومايد وتكلموا عن جمال هذه المنطقة. يعني أنت لو رأيتي المشاهد أو المنتج جاب منظر الغابات الشبه الاستوائية في الدمازين، يعني ما تتخيلي مجموعة الألوان، يمكن ما في لون ما موجود في الغابة، يعني تتمعني في هذه الأشجار وتستغرب استغراب عجيب، يعني ما موجود. يعني لو سمح لي المشاهد الكريم، يعني زي ما أنا شايف توبك ده الآن نفس المنظر ده أنا شفته في الدمازين في الغابات، نفس الألوان دي مع يعني بدون مبالغة، يعني لو سمح لي المشاهد للتشبيه يعني، أو لو سمحت لي أنت يعني طبعا. يعني جمال ما طبيعي وموارد ما طبيعية. يبقى إذن الحل الأول أنه تكون في بنيات أساسية وفتح طرق وشوارع وكباري وجسور وامداد كهربائي وطاقة عشان نعمل مشروعات للسياحة والإنتاج الزراعي الحديث. دي بتنقل لنا المواطن نقلة كبيرة جدا، لأنه مشتاق ومتطوق للتكنولوجيا، سمع وعرف عنها لكن ما مسك بيده ولا لمسها عمليا. وده يعني أنه أنا أتكلم عن سياسة عامة، نحن ذات التركز في الحكم الفيدرالي الآن، زي ما مشينا للحكم المتماهي كونفدراليا ننقل الحكومة المركزية نفسها تبقى كونفدرالية. يعني ليه ما وزارة السياحة تمشي الدمازين؟ ليه ما وزارة الزراعة تمشي الجزيرة؟ وزارة الثروة الحيوانية تمشي غرب كردفان؟ يعني كما موجود في العالم كله أصلا، يعني وزارة الري دي من الإنجليز خلوا السودان مكان موجودة في مدني، وزير الري بيته في مدني لكن بقدرة قادر جانا هنا. فيبقى إذن كل الوزارات دي لو توزعت على الأقاليم والحكم المركزي ده ذات توزع على الأقاليم واصبح الحكم الفيدرالي شيء رمزي سيادي فقط أفضل. يبقى الحل الأول هو البنيات الأساسية، التوسع في العمليات والسياحة. المسألة الثانية مؤسسة المجتمع المدني. المجتمع المدني مجتمع مهتري متفكك غير مدعوم غير مؤسس ما منتظم، وضعه الدستوري ما معروف، وضعه الاقتصادي يعني ضعيف، وجوده والاعتراف به في القواعد نفسه أصبح يلعب فيه تهتكات. يبقى لو ما أسسنا المجتمع المدني والإدارة الأهلية وقنناها وعملنا لها مجموعة من التراتبات الإدارية القانونية ما بنصل لأي نتيجة والصراع حيستمر. المسألة الثالثة ومهمة جدا، وجود التشريع والقانون. دولة القانون هي دولة الحق ودولة الاستقرار.
أمريكا عانت معانت مع الهنود الحمر، دولة القانون سادت أصبحت في أمريكا. صحيح. والهنود مع باكستان ومع أفغانستان، روسيا مع البلوس والبلوش ومع غيرهم، يعني الدول دي كلها استقرت بسيادة حكم القانون ووجود تشريع. الآن لو كان في مجلس تشريعي في النيل الأزرق كان بيقرر في الأراضي وبيقرر في الملكية وبيقرر في التراتبات وبيقرر في الحقوق، لأنه الجهة الوحيدة القانونية المسموح لها أن تقول كلمة في هذه المسائل الخلافية اللي فيها عندها انبساقات عنصرية وانبساقات جهوية وانبساقات عنف هو المجلس التشريعي للولاية أو المجلس التشريعي للدولة، كلها غايبة لأن هذه الأجهزة ما موجودة. المسألة الرابعة ودي مهمة جدا، الإعلام. يعني أنا أشكركم أن أنتم الآن ما تكلمتوا عن النزاع والصراع، تكلمتوا على البيئة والمجتمع والثقافة والغناء والهزل والإنتاء والمكونات والعناصر الموجودة في المنطقة. ده الحل، أنه نحن يجب أن نحلل تحليل علمي هذه المجتمعات والمكونات السكانية ونشوف العناصر الإيجابية فيها من روح الروح الروح التعاون وقوة الشكيمة وحب العمل وحب الإنتاج، وهم قاعدين في منطقة خصبة ومنطقة بعول على السودان كثير جدا في تاج الزراعة والصادرات. صحيح. يبقى إذن يجب أن عشان ما أكسر الكلام يجب أن نستفيد من إنسان المنطقة إيجابيا ونجمع إيجابياته في دراسات علمية موثوقة تقوم بها مراكز علمية موثقة. قبل الأخير الإعلام أنا ما تكلمت عنه كثير، لكن يكون في استنارة، يكون في إعلام مركز. والآن الدولة ما عندها أي إعلام في مسألة الصراع اللي حصل أخيرا غير أنه يتكلم عن أنه النبذة الجهوية والنبذة العنصرية، ده ما بحل المشكلة. أمشي للناس وأنقل الإعلام للقواعد، إعلام البشري، إعلام للإعلام السلام، أنشر ثقافة السلام، أنشر ثقافة المجتمع، أنشر التكنولوجيا الذي ذكرتها وأنا أشكرك على شكر جزيل جدا، وأنشر التقنية، وأنشر أجهزة الاتصال والترفيه وأجهزة المشاهدة للعالم. صحيح. الناس بينشغلوا بشغالات أفضل ويعني مدارك الحياة عندهم ومعانيها بتكون أعمق وأجمل وأعلى وأسمى بكثير جدا من ثقافة العنف. صحيح. أخيرا لو سمحت الزمن، سمح الزمن، يعني سيادة حكم القانون يجب أن يكون هناك قانون رادع جدا للنفس البشرية وللتهتكات والإرهاب والغوغائية. الغوغائية تعني في القاموس أنه أنت بتتعمل بتشتغل بعقل جمعي. أنا مع غزية، إن غزت غزيته وإن ترشد غزيته أرشده، وإن غزت غزيته أغزو غزيته وإن ترشد غزيته أرشده. ده ثقافة قرن 17 قرن قبل اليوم، ما ممكن تكون موجودة الليلة في الدمازين. أنه أنت في عقل غوغائية، عقل جمعي بيتهم مشتبه فيه، بيطبق فيه حكم، والحكم بيكون يصل مرحلة القتل وما يكون في أي نيابة ولا في أي محكمة ولا في قانون يفتح مادة 130 ويفتح الإرهاب ويفتح له إتلاف جنائي. ومفروض المواد دي كلها تكون مفتوحة الآن أمام أي جسد موجود قبل ما يدفن عشان يكون أهل يتعوضوا، يكون في وئام اجتماعي، تكون في عدالة انتقالية. صحيح. أنا شاكرة لك جدا برفع عثمان خيري خبير حقوقي واقتصادي. الرسالة هي واضحة أكثر، الإنسان السوداني بطبيعته هو إنسان طيب ومحب أيضا. ننصر قيمة الحب والمحبة والسلام والوئام. أيضا بالفنون نستفيد من تنوعنا الثقافي لأنه هو ده جزء من هويتنا السودانية. سويا نستمع لأغنية مهداة للجميع بالتأكيد، ومن بعدها نتواصل. براي
بلدي.
الاستاديوم جاء في بلدنا دار لما الفريق دوت القمرة يا غزل البنود بلانا بروضة الاستاديوم جاء في بلدنا دار لما الفريق دوت القمرة يا غزل البنود الزيرة تنتون انا عند حبيبك 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 انا عند حبيبك